بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب بخير جميعا. أقول لك يا طبيب يا ابني والله الفراغ يعمل أكتر من كده. حد يجي؟ الكلام النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن الماركت بليس. أنت شايف الإيحاء والجو هادي كده ومشغلك موسيقى في الخلفية وراكب مرجيحة لونها أصفر لونها أحمر كده يعني. اللهم خير. الكلام النهاردة يا جماعة عن حاجة اسمها ماركت بليس. إيه ده الماركت بليس ده؟ في الغالب يعني أنت شايف كلمة شوب دي لو أنا ضغطت عليها هتودينا على الماركت بليس. احنا هنحاول ندخله على الماركت بليس بس مش من الويزارد ده يعني مش من البراوزر بتاع سكند لايف فيور. لا هندخله عليها من البراوزر العادي يعني مثلا نفتحه متصفح ونروح على ايه على marketplace.secondlife.com. هي نفس الفكره اللي انا كنت موجود فيها سكند لايف وضغطت على شوب فهيوديني على ايه على marketplace.secondlife.com. انا لو اخدت الرابط ده بكوبي وطلعت بره وديته في اي مكان تاني هيتعامل معايا بشكل طبيعي عادي جدا يعني. تمام اوكي. الناس اللي هي ريجستد جوه سكند لايف هتتعامل بقى بيقول لي ويلكم وانا عارف ان انا عامل لوجن يعني وانطلق ماي ماركت بليس. الحاجات طبعا اللي لو انا كنت عايز اعمل لها ستور ليا عشان ابيع والحاجات اللي انا ضفتها الفلوس بتاعي عندي اهو 2080 لندن دولار. طب انا عايز اشتري فلوس عايز اصين اوت الكارت لو انا كان معايا مثلا حاجات كده انا بعمل شوبينج ها اللي هو يعني حطيت حاجات في العربيه ولسه بس ما خلصتش هكيش على طول يعني بس بعد ما الف ايه المول كله يعني. المول بتاع سكند لايف او الماركت بليس في حاجات كتير في انيمالز الناس اللي بتحب الانيمالز القطط والكلام دايت يعني وفي انيميشنز وحاجات كتير كتير جدا يعني انك ممكن تتخيل مع التحفظ للنص الكامل الحاجات اللي ممكن تكون في الواجهة يعني وانا بنعتذر بشكل شخصي بس الحاجات دي uncontrollable انا ما اقدرش اعمل كنترول عليها وفي الغالب انا بشرح basics fundamentals يعني فالامور جوه اعمق بكتير جدا من انك تبقى شايف الوضع ده بالشكل العجيب ده. مثلا ناخده مثال لو مثال واحد بس كان على الافاتار ابيرنس. الافاتار ابيرنس الجزء ده من المول من الماركت بليس كان خاص بالمظهر تبع الافاتارز تبعك ومن ضمنها شوف الوان الشفايف التاتو بتاع العين البودي بيلدينج يعني لك ان تتخيل يعني الحاجات دي مع التحفظ برضه على النص الكامل. احنا هنحاول بس يا جماعه نشتروا حاجه واحده بس عشان نوضح للناس الفكره بتاعت الشير ازاي. مثلا هنختاروا الهير الدارك دي هنختاروا التسريحه الجميله بتاعت الشعر دي. دي تمنها 120 لندن دولار. انا ممكن ادي لها اد تو كارت لو انا عايز احطها في العربيه او ممكن اخلص فيها على طول. بيقول لي بقى لما تيجي تشتري حاجه بتلاقي ان في حاجه ايه دي في امور مختلفه زي مثلا ديتيلز وفي حاجه خاصه بالفيتشرز وفي حاجه خاصه بالكونتنتس هو ده يعني جوه منه ايه او بيقول لك ده جوه منه الثلاث حاجات ملف الريدمي وملف مش عارف ايه وملف مش عارف ايه هنا طبعا مفيش اكسسوارات هنا في الريفيوهات. الريفيوهات دي الناس اللي شافت الكلام ده وابتدوا يدوا تعليقات مثلا عليها يعني مثلا واحد بيقول داز نوت ابير انا ما ظهرتش عندي وفي واحد بيقول نوت شور واي كومبلنت بيكوز ذس از ا جريت لوكينج هير يعني كل واحد بيقول اللي عنده انت ممكن طبعا تدوس موافق او مش موافق وتبتدي تنتقل في المجموعه دي. انا والله يا جماعه نعملها تيستنج اشتغلت ماشي ما اشتغلتش راحت علينا ال 120 لندن دولار. طيب انا اعمل جاست باي ناو يكليك عليها انا والله بعمل تيستنج عليها معاكم يعني وممكن طبعا تشوف في البريفيو تشوف الزوم وتنتقي الاوضاع هو بيدي لك من شويه كان موجود الحاجات انك ممكن تكوبيها او تترانسفيرها تبعتها مع الناس يعني او كده. طب بيقول لي جاهز انا هاخد منك دي المحطه ها الفيزا يعني انا هاخد منك دلوقتي 120 ماشي مش مشكله باي ناو انا كده كده يعني معانا فلوس جوه يعني حتى لو انت كنت ركزت في السيناريو هتلاقي ان انا كان معايا مش اهو كانوا 2080 بيبقوا 1000 وحاجه دلوقتي جاست على سكند لايف بيبتدي يقول لي بص يا برنس يو برشيزد مش عارف مين الكلام ده موجود معاك وهو موجود في الريسيرف في الريسيفد ايتمز دلوقتي تمام جاي فنروح احنا دايركت دي على مين على الانفنتوري وانا فاكرين ان الانفنتوري كان مكسور نصين انا بقى لي دخل بالجزء الخاص ده الريسيفد ايتمز ده فنضغطوا عليه نلاقوا ان اخر حاجه احنا كنا مشترينها الهير مش عارف ايه هي دي القصه بتاعت الهير مش عارف مين تقريبا هي دي فكل اللي علينا ان احنا ننطلق بقى ونتعامل مع السيناريو الجميل ده مثلا لو انا ضغطت عليها وقلت له مثلا يا جماعه وير كان خاصه بانه هو يبتدي
يلبسها يعني. فانا هحاول استند بقى نجف ونشوفوا ايه القصة العجيبة دي علشان تسريحة الشعر بتاعتنا، بس هنطلعوا بعيد عن المراجيح يا جماعة معلش. لا عادي مش مشكلة، ده الصوت اللي كان في الخلفية يعني. طيب هو انا تقريبا كده في المفروض في الاوت فيتس بتاعي ان انا لابس ان انا لابسها او لابس حاجة، انا مش شايف بالظبط. خلونا نلف الاحوال على الافاتار بتاعنا ونركز عليه، هو لابسها ولا مش لابسها. فتقريبا في حاجة فوق ده، في حاجة في شعره، هو ابتدى يلبسها بس ايه، انا علشان لابس حاجة تاني فالمفروض اني اقلع الحاجة اللي معايا دي، اقصد يعني ايه، عشان الواحد يعني كان لابس تسريحة شعره فالمفروض يغير تسريحة الشعر دي او يعمل لها يشيلها على الاقل يعني من الاول في السبتة. طيب احنا عايزينه بقى نشيله الاوتفيتس بتاعتنا اللي كانت موجودة فين. انا مش في سيمبل، انا كنت في السيوت كاجوال ولابس حاجات كتير دريم. انا المفروض اني اعمل ايه؟ بلاش يعني ايتم بروفايل انا مش عايزها. انا المفروض اني طيب انا لابس ايه بالظبط؟ انا عندي تسريحة شعر جديدة ودي كان اسمها هير تيلر، هير تيلر هي دي هي دي. طب انا المفروض اني، طب لو انا اقول مش عايز البسها وانا عايز اشيلها يعني، مش عايزين نلبسوها، ديت حركات العين حتى تيك اوف مش راح تنفع. هو انا لابسها ولابس حاجة تانية فوق منها علشان كده المسألة مش متظبطة. فانا لو قلت له طيب على الشيب هيجيب لي الشيب بشكل اساسي، بس احنا يعني مش عايزين نجيب الجانب ده دلوقتي، ما يهمنيش الجانب ده دلوقتي. ماي ابيرنس وتيك اوف على الكلوزس، لا دي تاتش ما فيش حاجه في ايدي، انا مش عايز اقلع هدومي ولا الجاكيت بتاعي. الهيد انا مش عايز اقلع الجمجمه بتاعتي ولا مناخيري، لا الواحد عايز يعمل حاجه تانية. المفروض هي في انه يغير في الاوت فيتس او يغير في الشيب. هو مساله التغيير في الشيب ديت ليها دخل بالهيد والدماغ والكلر والكلام ده هنحكي فيه ان شاء الله باذن الله خلال لحظات، بس هي كل الفكره باني انا علشان كنت لابس زي او يعني حاطط لابس شعر او تسريحه تاني، فعشان كده ديت مش باين. فالمفروض اني ايه، اني اعمل ديتاتش او يعني اشيل الحاجات اللي موجوده معايا ديت علشان تبان التسريحه اللي انا موجود، علشان تبان تسريحه الشعر اللي انا جبتها ديت. وده اللي ان شاء الله باذن الله احنا هنحاول نتكلم عنه بشكل اساسي في موضوع الليرز والكنترولز ده. حتى لو انت اخدت بالك كنت هتلاقي ان اهو الراجل الجميل الراجل ديت زي كده اهو التسريحه ابتدت تظهر في اوائل طرف شعر. كلامنا ان شاء الله باذن الله عن المره اللي جايه عن ايديتنج على الابيرنس بشكل كامل. ما تنسى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.